تتجوز عليا وانا الحنة بايديا، وجوزي تتجوز عليا وانا الحنة بايديا. هات يا بلا تعالهوش جوز عليك يبعث لك قتلك. شبكي لك امي عم تقاتلي دبان وشك وعم تتفشش بالولاد. شو صاير يا عمري يا حبيبتي؟ لساته راسك عم يجعيك؟ بس راسي يا امي، جسمي كله عم يوجعني. يو كل اللي اكون ربحته هالسياره يا ستي. اذا ما بدكم اياها اعطوني اياها انا. يعني هو بيناتنا صحيح انا ما بعرف سوق، بس لبين ما اتعلم بجيب شوفير بشوفر فيي. يا ريت يرضى يعطيك اياها. لك امي هلا انت ليش خايفه كل الخوف من السياره؟ اه انت مجذوبه حبه، بالعكس لازم تنبسطي. قولي لي ليش؟ اول شيء بصير بياخذنا سيارين وروحات وشمات هوا، ومن هون لهني بدنا جرزة بقدونس هاتها بالسيارة، ربطة خبز بيروح بجيبها بالسيارة، بدك تتحمم يفوتي بالسيارة، بدك تروحي تشمي هوا، بدك تعملي رياضة كله بالسيارة. هيك بتكتر مصاريفه، وعلى بنزين ومنزين بصير بتدير، بتكتر ديونه وبصير ببطل يتجوز. هذا إذا كان مفكر يتجوز. يا أمي نبيل ما رح يخلي السيارة عنا، أولا لأنه ما بيعرف يسوق، ثانيا لأنه ما لحمل المصروف اللي حكيتي عنه، كان بيبيع السيارة وبتصير المصاري تكرش بإيده كرش. يا ربي أنا ما عرفت إمتى خلصته من 3 جوازات الأولانيات. هلأ إذا بخليه يجيب لي غسال وبرادة وجلاية وميكروويف ويعبي لي غزانة ثياب، ما بصرف حق السيارة. طار الرجال يا أمي طار. لك شو طار وفار انت الثانيه؟ انت خدي من التل بيختل، وانا اتركي الموضوع علي. بكره بقنع لك جوزي يعطي المصاري لعمه يشغل له اياه. تقدر تقنعي؟ طبعا بقدر بقنعه. والمشكله مو بحق السياره امي، المشكله اذا عمه توفى قبل ما اتجوزه. هديك الساعه حبيبه قلبي جوزك بصير من اصحاب الملايين، وهديك الساعه بتصير هون المشكله. قلت لك خلينا نكتب الكتاب على السكيتي. ما رضيتي، بدك حفلة. طيب ليش مو هاي؟ يعني هاي سيارتك. لحظة هلا عالبطاقة اللي ربحانا لونها بيضة. شو فارق معك؟ هاي سيارتك. بدي هاي أنا. يا أخي هاي سيارتك لا تاكل راسي، هاي سيارتك. وهي أوراق السيارة. هاي مفاتيح وإن شاء الله ألف مبروك. إيه ماشي الحال. الله يبارك فيك، منطقطي عليها لبين ما أربح الثاني، مالي حالل عنك لأربح البيضة أنا. مين بيوصلنا على البيت؟ مشكلتك ليه؟ لك شو مشكلتي؟ السلام عليكم. الله معك. عيني بهي. معلم ممكن تخدمنا الخدمة وتسألي سيارتي؟ ليش ما بسوقها انت؟ شهادتي خالصة وما بدي خالف، وجع البالي معفن. بسألك اياها وبسألك ابوها. الله بحييك، شرف لك السيارة جوا، بعيتك صف سيارتك وتعا معي. وين سيارتك؟ جوا بالمحل، ولك ألف ورقة حلال زلال، تكرم عينك. يلا توكل. يلا صفها معلم، صفها. يلا. دير بالك من المطبة. شايفه ولا يما؟ لك على مهلك عليها، لسه ما تهنينا فيها. لا تخاف عليها. زعجوني اعطوني اياها وسخة. اعطوك اياها بشحمة هي. هلا لو اعطوني هذيك المغسولة مو احسن منها؟ هي بشحمة انظف هي. بشحمة. قديش اعطوك اياها هي؟ قد ايه بتسوى؟ بتسوى لها مليون هي. اخذتها بمحرمة هي. محرمة شو؟ محرمة ورق. محرمة ورق؟ ايه. هاي موضة جديدة هلا عم بلفوا سيارات محارم الورق. يا زيدي اللي بعيش كثير بيسمع كثير.
لك على مهلك حاجة بقى تدعس فرام ودبرياج. قرقتني ها؟ انت قرقتني كمان. ايه سيارتك شو قد ما عرفتك؟ ما بقى بدي لا الألف ورقة ولا بدي شو. لك وقف للفهم يا اخي. لك انا شو بدي افهم؟ سرقتني بهالسيارة، دير بالك على الفرام، دير بالك على الدبرياج، دير بالك على. صار لي 20 سنة قاعد أسوأ، ما حدا عطاني ملاحظات غير انت. لك شو بقى؟ شو بدك شو فير ثاني غيري؟ الله يسلمك. لك شو هالعلقة هاي؟ شو بدنا نساوي هلا؟ نبدي دبر شوفير ثاني. الله يسلم الديان، يعطيك العافية، لا تواخذنا عزبناك. ها أعطيتك 500 ورقة. معوضين مبروك السيارة. كتر خيرك لك، الله بعت لي إياك رحمة بهذيك القطعة. بس معلم بدي عزبك. أمر. منين بتزمر؟ تعدلني. شرف. من هون. من هون. ماشي معلم. تفضل لوصلة. حاضرة. خليني وصلة. بعلمي ولا بتعرف السوق؟ لك سيدي معي بتعلم، علي مع علي لصير أحسن شوفير بهالبلد، ودور عليك وطالعك مشوارك. الله يوفقك. كتر خيرك معلم. الله معك. تفضلت. مع السلامة. إلى منزله حاملاً إلى أولاده ما يكفيهم من الطعام والشراب فيستقبله أولاده فرحين. سيارتنا؟ لك ايه البابا جابها بسرعة. خلينا نلحقه بالما يطلع بركم ياخذنا مشوار. شو قومي؟ لك قومي، ما بدها وقفة. يلا وقفي شوي، خليني شي على البيت. ما قلت لك اجت سيارتنا؟ يلا شحن السيارة يا بابا. عجبتكم؟ بابا خدنا مشوار. مو على عيني. مبروك السيارة صغيرة. الله يبارك فيكي، اطلعوا لاخذكم مشوار. يلا اطلعوا. اوكي. يلا اطلعوا اطلعوا. اطلعي ما تعملي اطلعي. يلا. ايوه لا تربطي حزام الامان، انت مو ضروري. يلا اطلعوا عمرو ما حدا يراك. جاهزين؟ جاهزين. يلا. هن سمعانين صوت المكنة شو عنون؟ هن. بعد اجرك على الفوتيس. ولا تنتيعة. يلا تفضلوا. حلو السيران؟ ملا سيران، مثل سيران الكلاب، غبرة وقلت واجب. الله يقلل واجبك. قوموا انزلوا، بيبقى لكم سيارين انتوا. انزلوا. يلا يلا وصلنا مرت عمي. الله معي. شلون بدنا نصفى هلا؟ اي اكيد بدنا نخرب بيتنا ب 500 تانية. حامل ارنب ومنزله على السوق، قام اجى واحد قال له قديش الحمار؟ قام قال له هات ارنب، قال له انت مين حكى معك؟ حلو يا معلم. انت ليش عم تحكي؟ مبسوط على بسطك حبيبي. هي الشاي. حبيبي بدي اطلب منك طلب، ممكن؟ قدمي لي استدعاء. يعني عريشك الله يخليك، جاي على بالي اطلع لي شي مشوار، ضايق خلقي ابقى في البيت. طيب وين بدنا نروح؟ تفضل حبيبي، وين ما كان، المهم نطلع نشم الهواء. شو رايك سعاد؟ والله هلا شو دخل سعاد بالنص؟ هلا صرت اذا بدك تطلع معي مشوار بدك تسال الست سعاد؟ لا والله لا والله، بس يعني انا عم بسالها هيك سؤال لحتى شو اذا بدها تروح معنا ولا ما بدها تروح؟ ما بتقدر تروح معنا، اصبعتها مجروحه وجرحها ردي، لسه ما لحم، ما
بعدين عم توجعها مو عم توجعها؟ ليك عم توجعها. اليوم بطلع انا وياك وبكره بتطلع انت وياها. شو قلتي سوعة؟ مالي رايحه معكم. لا تروحي، انا وكموتي منروح مع بعض. لا بدي اروح معكم. لك خلصنا بقى انتو التنتين، لا لي رايح معك ولا لي رايح معها. الحقيني سوعة. كنا عم نشرب الشاي وعين الله علينا لعين تطرقني على هالاقتراح، وهلا اذا قمت دقيت الباب بده يقول لي مين؟ بدي اقول له انا، بده يقول لي شو بدك؟ بلاها بلاها. قم لمتابعة احلى اللقاءات الفنية مع ألمع نجوم. والاعترافات عنا بالصوت والصورة. يعني أنا الصراحة يعني أنا لو شايفتها بمتسلسل ما بصدق. يعني أربع جوائز تربحهم واحدة ورا الثانية، واحدة ورا الثانية، واحدة ورا الثانية. والخمسة جاي على الطريق كمان بعيون اللي ببالي. أنا نبيل شقة يابو مرت عمي، الله بعدي اسمه بيحبني. بابا بابا سيارتنا عم تزمر. خليها تزمر، بطارية جديدة. عم تزمر؟ معناته حدا فتحها ومين؟ ما قلت لك بطليها المزاح. لا تواخذني نسيتك، نزل اشرب لك فنجان قهوة. هلا لاحقين على القهوة، روح اخذ اذن من المرأة وانزل. بعدين ليش جاي مثل شال حال؟ انا شال حال. لك روح البيت روح. يلا راح اخذ اذن والبس. يا لابسة انت. الو. نعم. اهلين بابا. شو بكي؟ خير؟ شو بابوتشي؟ ما عم تاكل؟ حطي له معلقة فيتامين مع الاكل. لا تقولي لي نفسيا معقدة ما معقدة. هلا انا بجيب شوفها. شو شبح مرسيدس؟ شو بابا؟ لمين السيارة اللي كنت واقف قدامها؟ لرفيقي. ايوكي. بعدين بحكي له. شو بابا مين كان عم يلعب لك بالسيارة؟ ما حدا بابا، أنا رايح بعد في عماد. لوين؟ مشوار. لوين؟ ما اعتمدنا بس نعتمد بخبرك. بدك تطول؟ بجوز طول وبجوز ما أرجع بسرعة، على الهوى المشوار. ديروا بالكم على السيارة. شو يعني نوقف برا ننطر لك ياها للسيارة؟ بابا سيارة رفيقك أحلى من سيارتك. إن شاء الله بكرة أنا بسحب من علبة المحارم وبربح سيارة أحسن منها، دعيلي أنت قول إن شاء الله. إن شاء الله. تنخلع رقبتك. ما بدك تبطليها العادة؟ أما شو سيارة يا أمي بتطير العقل، هيك عيونا مثل عيوني. يا رب يربح أبي مثلها. الله لا يسمع منك، قال يربح مثلك. إذا تعبان طلع أنا بسوء عنك. شو سوء عني؟ لا حبيبي شو سوء عني؟ لك شبك شي سوء عنك؟ اصلا انا تعبت اليوم من كتر ما سقت سيارتي. اني سيارة؟ لك سيارتي جديدة ما شفتها صاففة هني مشان ما يطعوا جوليا اولاد الحارم. امتى لحقت السلمها؟ لك ما اتفقنا بكرة روح انا وياك نستلمها؟ هو بصراحة خفت انه الشركة تفلس تقوم تروح علي سيارتي. لا فتح اطلع اطلع اركب اطلع. اطلع. وين بتحب اخذها؟ محل ما السيارة بتاخذنا بروحها. رح اخذك لمحل بيطير العقل. في رقاصة؟ إذا بدك باخذك على محل في رقاصة، جاي على بالك؟ وبصراحة من شهد جاي على بالي، جاي على بالي بس. بس شو؟ بعدين بحكي لك، شغل ورجع يلا. طلع
عن هذا رفيقه كمان؟ ابصر هلا لوين بيكون اخذه. يعني وين بده ياخذه؟ على شي مطعم بيتعشوا سوا. يتعشوا وبس؟ صفاء جوزك ادمي ما له حركات ارعاه. الله اعلم هلا مع كم وحده بيكون قاعد، وخدي بقى على ضحك ومزح وحركات ومواعيد، والله يستر ما يطلعوا بعد الا شي قرنه. تعي 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 لقلك تعي. تعي امي قربي، انت صايره بتخوفي. شوفي امي، اذا بدك تضلي تخافي على جوزك، وين راح، وين اجا، مع مين قعد، مع مين راح، مع مين اكل، مع مين حكى، ترى مالك مطوله، بيطق عقلك وبتجني. مناخدك على مستشفى المجانين، وهنيك بمستشفى المجانين بدك تصيفي. الله عليك يا نبي، ما فيني اجي تحكيني نكت. امسك شرب مي احسن ما تشرد. امسك. راحت الحزقة؟ راحت. مد ايدها. شو بدها؟ لك هات ايدها. لك ولي 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 ولي. ليش هيك عم تعمل؟ مشان تروح الحزقة، ما راحت الا. لك انا قلت لك راحت. ايه خلص الحمد لله. خذ نبيل اشتهيت لك. شوفي من ورا هاي اللي لازم. البنت اللي عندك بالمكتب بتطير العقل، حلوه كثير. اسمعوا لا عنزه، علي ما علي، اذا بتحكي كلمه برات الطريق اضحك بوكس مرجعك على استراليا. هلا ما عم اقول لك شيء، عم اقول لك حلوه كثير، بس عم اقول لك حلوه. لا تعيدوا هذا الحكي. طيب شو اسمها؟ اسمها سوسة. يا الله شو هالاسم كثير حلو. تكون حاطط عينك عليها. احكي، انا ما بحكي لحدا. عماد اذا بتعيد هيك حكي علي ما علي، لا دعك بوكس رجعك على ماربون على بطنه للكونغورا. لا يستر عرضك، صدقني كل ما بتذكر البوكس تبع هذيك الايام بركب حنكي. لسه بدي ادحك بوكس ركبك كلك. نبيل عيب عليك، نحن قاعدين بمحل عام، شو بنا؟ مزبوط عيب عليك، عيب، استحيلك شوي. بصدق نبيل انا مبسوط كثير اني لقيتك. لك حاجتك قر هلا، كول كول وعبي بطنك وعمره ما حدا يرات لك. كول انبحت، انا اللي عازمك. كول. لا لا هيك ما اتفقنا، انا اللي عازمك. علي ما علي اذا بتحكي شي كلمه بترك الاكل وبمشي، انا اللي عازمك. لك اخي طول بالك، لا تقوم، خلاص انت عازمني، انت عازمني، تستطيل انت اللي بدك تدفع ادفع. على راسي. ايوه هيك بدي اياك. اطلب انت وتامر، اطلب تاكل كافيار. بدك ناكل مناكل. هي مو على راسي، جيب لنا صحن خيار. ما بتطلع الاك معي انا. كول. لك كول عمره ما حدا يرات، على الحالتين انت اللي بدك تدفع. كول. ليك عم طلع فيه، لك بحياتك سمعت مديونير بيدفع عن مليونير. تأخر كتير امي، صارت الساعة 12 لسه ما اجا. لك يا عمري يا قلبي، رفقات صار له سنين ما شايفين بعضهم، شيء طبيعي، عندهم شغلات بدهم يحكوها، يتسايروا، شيء طبيعي بده يتأخر. ما بيصير يحكوا إلا بالليل، يعني ما بيعرفوا بكرة يحكوا بالنهار. طيب أنت شو فارقة معك؟ إن حكوا بالنهار ولا حكوا بالليل؟ ماما، إن شاء الله لا تجننيني، قال شو فارقة معك؟ قال هلا حكي الليل مثل حكي النهار. بقص إيدي إذا ما كان كل واحد منهم مقعد تنتين حواليه ونسيان الدنيا وما فيها. بتقص ايدك، بتقص رجلك، تصطفلي منك لجوزك. انا خايفه احكي لي شي كلمه يصير المشكله مع جوزك. احسن شي رح اقوم نام. صباح الخير. وانتي من اهله. ما بكون صفاء يا نبيل اذا بخليك تسهر هيك سهرات مره تانية، ما بكون صفاء. ما هدول الثلاثة على الشجرة اللهم عافينا بيتعاطوا هذيك القصة. بعد شوي سلت واحد من فوق لتحت، قال له هداك شبك عنده، قال له بيظهر استويت. أنا نزل ومشي، لقى جنازة مرقت من قدامه،
لقى ورا التابوت رجال واحد قرب لعنده قال له لك مين الميت؟ قال له حماتي. شلون ماتت؟ قال له عضك كلب. قال له عيرنا يا يستر على عرضك. قال له اذا بدك تستعير الكلب بدك تمشي وراه بالدور كان شي 10 وراه. ونسيت اقول لك بالنكته انه كان جنب النعش ماشي الكلب وراه 10. ما انتجها مثل ما بدك. لك انا لقيت متضايق من حماتك. لك حطوا الحمايه مع بليس بالكيس طلع بليس يستغيث. يوم السبت ويوم الخميس. معناتها حماتك لاعني النفس تبعك. لا حرام، ليش الظلم؟ حماتي ما في منها، بتديني مصاري وما بتوز بنت علي. بس يعني لو تترك لنا هالبيت وتمشي ناخذ حريتنا. الله وكيلك، كل ما بدي اتوشوش انا وصفاء بنبز لي بروس لي هذا من النام نحن. الله كريم يا نبيل، الله كريم. بكره الله بيرزقك وبتاخذ بيت لحالك وبتستقل. الله يسمع منك، الله يكرمني ويكرمك ويكرم كل عباده. ايه نبيل، صار الساعه 1 بدنا نمشي. لك شو وراك انت مستعجل؟ لك اخي تارك بنتي لحالها بالفيلا، ما في غيرها، لازم روح. علي ما علي، ما بتمشي قبل ما اخلص فنجان القهوه. ايوه خلاص قوم نمشي. يا أخي شو بدك بالحكي؟ غير نزلة وغير ركبة. شكرا كثير على السهرة عمودي. شكرا لك. ماشي مثل ما اتفقنا، بكره بتمر لعندي على المديرية الساعة 9، باخذ اجازة وبطلع بفتن معك بالمعاملة. لك ليش تمر لعندك على المديرية؟ بيجي لهون باخذك مثل ما رايحين رأسا. بيصير اذا بتعملها يكتر خيرك. وخيرك يا سيدي. انزل كمل السهرة عنا. يعني قال مالك خايف من مرتك؟ قال يعني عم تعزمني. رو دبر حالك، روح ترجاها تدخل عليها. هلا ما بعرف شو بدك تساوي. روح روح. نايمة. تأجلت الخناقة لبكرة. أنا الله بيحبني، ما بده ينسى علي مرائي بعد السهرة الحلوة. زيت حبيبي؟ لا بسم الله، لا بسم الله. إيه جيت؟ امتى جبت قبرني؟ ما حسيت عليه. صار لي شي ساعتين بس كنت عم دور على البيجامه بالصالون والمطبخ، بعدين تذكرت انه هي هون معلقه. ان شاء الله تكون انبسطت بالسهره مع رفيقه. انبسطنا خير الله، اشتهيناكي، ضلينا نضحك نضحك لا كلويه عم يجعوا. الله يصلحك يا نبيل، طالما حبيبي انبسطت كل هالقد، ليش ما ضليت معه كمان؟ يعني هو انا كنت بدي ضل، بس عماد الله يسامحه بتعرفي عنده بنت عمرها 18 سنة، وهيك بنت ما بتنترك لحالها بالفيلا، انشغل باله قال بكفي. استفقدت السيارة وانت جاي؟ ايه استفقدت. عروس؟ حاجة بقى تقول عنا عروس، اسمها سيارة. مثل ما بدك، سيارة سيارة. وشو ناوي تعمل فيها نبيل؟ انت شو رأيك؟ انا رأيي تتعلم وتطالع شهادة سواقة وتسوقها، ما حدا اخذ معه شيء، سواقة وعمره ما حدا يرد.
كنت قلت لك يعني انه على عيني شواربي، بس هالمرة اقتراحي مو بمحله. ليش بقى؟ لانه السيارة وهي واقفة عطال على بطال على زمة الراوي بدها 3-4000 ليرة بالشهر. إيه انا منين بدي جيبهم؟ منين بدي جيبهم هدول؟ مو ضروري نركبها كل يوم، نطلع فيها بالشهر مشوار مشوارين كلهم على بعضهم، ما بيكلفوا 10 لترات بنزين. بتعرفي علي ما علي ما عم تعرفي تحسبي. لكن شو ناوي تساوي فيها؟ ما في قدامي غير بيعها. وشو بدك تساوي بحقها؟ عندي مشاريعي الخاصة. تاني مرة يا أبو المشاريع الخاصة، لما بدك تطلع مع رفيقك لنصاص الليالي ابقى روح كمل السهرة معه للصبح بغير إرني، مو هون. هيك هلأ على عيني شوال. تعال هون لعين رايح. رايح كمل السهرة؟ ما في روح لإرني، خليك هون. حيرتيني صفصفة، مرة بتقولي لي ضل مرة بتقولي لي روح. اعتمدي، هذا زمن المبادرات والقرارات الجريئة. خلي قرارك حاسم وجريء، قولي لي شو بدك. روح نام. ايه شو عليه رايح نام؟ تعال هون نبيل، وين صرتوا ومين كان معكم؟ شو عملتوا بالسهرة؟ ليش بحكيت الليل؟ لا بعدين بحكي لي. بدي نام هلا انا. روح نام. مين ماسكك؟ بدنا نعرف ننام. حاجة حكي هيك احسن لك تسمعي لك كلمتين. جوزتك بسيارة أبي على المدرسة، أخذت المفتاح من بنطلونه. وقفت لك تعي تعي. كنت عم بمزح، هلا هيك إذا أخذت المفتاح من بنطلونه وإجيت لوصلك، هيك بدك تفسدي. أنا ما كنت أفسد، بس كنت أقف مشان ما يدور على المفتاح. مشي مشي فسادة خانو. إن شاء الله يا سعاد يا بنت المقرين، نومة أهلي فسوا ناموا ما حسوا. مين؟ أنا. شو بدك؟ حبيبي بدي اياك بشغله ضروريه. ضروري؟ ضروري. صباح الخير. الله يخليك. صباح النور. صباح الفل حبيبي. يلا ما بدك تشرب القهوه قبل ما تروح على الشغل؟ بكير هلا على القهوه، وبكير على الشغل اصلا بالاساس. ايه يلا بسيطه، طلع وغسل وشكم وخليني نشرب القهوه سوا. سعاد نايمه لساتها. فيها. كل احوال هات القهوه بشربها انا جوا. لك يا حبيبي ليش تشربها جوا؟ بنشربها كلياتنا سوا برا. شو رايك تنزل تشرب القهوه معنا كمان؟ عم على التزو. مين؟ انا. شو بدك؟ بدي اياك ضروري. عم اشرب قهوه ما بدي. والله انا هبلة. ايه والله ايه والله. القهوة ترشني رش. الله يخلي لي الشخصية. شو ست الحسن؟ مطولة بالميسامبلي تبعي؟ خلصيني يلا. خلصت هلا بيجي عماد. عماد دش لحتى يجي لعنا هلا. لا تخافي ما رح نسهر، بس الله يرضى عليه كرم اخلاق منه رح يوصلني، وكرم اخلاق مني رح وصلك بطريقنا. يلا خفيه. يلا خلص ليكو زمر اجا. يلا خلصيني. خلصت حاجتي. تفضلي شرفي. يلا صباح الخير عمود. صباح النور. معيتك بدنا نوصل صفصف طريقنا على الدوام. انا تحت امرك انت ومرتك، تفضلي. تعي صفصار، تعي طلعي بالشبح وعمره ما حدا يرى. تعي يلا ضبطي لي امورك. وين وصلت بمعاملتك استاذ عماد؟ اوف ليش ما قلك نبي؟ بعدين بحكي له انا. اما يا مدام صفاء امبارح مسهرني نبيل سهرة بتطير العقل. حكالي نبيل، نبيل حبيبي ما بيخبي عني شيء. نيارك على هالجوز، نيارك ما بيخلي على القلب هم. بس نبيل ما عم يرضى يخلي لنا السيارة ننبسط فيها شوي، يعني يا ريت يا استاذ عماد تقنعه يخلي لنا اياها وما يبيعها، يعتبرها ما كانت. لا يا نبيل لا، شو بدك تبيع السيارة؟ ايه بدي بيعها.
ليش بدك تبيعها؟ لازمني حقها، عندي مشاريعي الخاصة. يلا صفصاف، يلا انزلي. شكرا كثير استاذ عماد، عذبناك. على شو ولو تكرم عيني، ما عملنا شيء. تفضل تغدى عنا اليوم، جيب بنتك وتفضلوا. إذا طبختي له مجدرة بيجي، بعرفه بيحب السلتة. يلا باي. تعرف حمام، مرتك كثير ظريفة. علي ما علي، إذا بتعيد هالكلمة لأدحك بوكس رجعك على أستراليا. شلون بتحكي هيك؟ شو مفكرني أسترالي أنا؟ شو حاكيناك؟ ما قلنا لك شيء، قلنا لك مرتك ظريفة. يا سيدي مرتك مو ظريفة، تضرب أنت وهالمرة، ها؟ منيحة؟ شو يعني أنا مو مزوي؟ لوك 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 لوك، أنت لا من مشى وراك ولا من مشى قدامك، شو حاكيناك؟ عماد، سوقة؟ أمرك حاضر، سوقنا ها؟ عيونك هيك، عيونك مثل عيون صفية العمري، بتطير العقل. هيك بتعمل، تاخذ كل شيء فيها غير شكلك، حتى زموره غير شكل. ايه طبعا حبيبتي طبعا، يلي جايه راكب شبح مو مثل يلي جايه موتور رجل. حسد ولا ضيقه عين؟ الاثنين. هو بتوزير نوال كان نبيل بده يوصلني بسيارتنا، بس لانه لسه ضعيف بالسواقه ما وصلني. ليش انتو صار عندكم سياره؟ وشو سيارة؟ بتاخد العقل عالزيرو. بتشبه السيارة يلي جيتي فيها؟ يعني ما كتير بتشبهها، غير موديل. اسمعي لقلك، من وين جبت حقها؟ ربحناها بالمحارم تبع السعادين. عن جد عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد، وإذا ما كنت مصدقة تعي لعنا اليوم بعد الظهر اشربي فنجان قهوة، بتلاقيها مصفوفة قدام الباب. جنطة كروم، مرايا كهربا، ابواب كهربا، سنتر لوك، مكيف على كيف كيف كيفك. ايه يلي طعمك يطعمني يا رب. انت بتمزلنا نوال، شو نوع المحارم اللي بتستعمليها؟ محارم الشمبانزي. استعملي محارم السعدان، انعام فيها جوائز كثيره. خلص صفاء، من اليوم ورايح ما رح استعمل غير محارم السعدانه. صفاء قليلي، هلا عماد رفيقه لجوزك نبيل متجوز شي؟ يا حرام أرمل، مرته سفقتها سيارة بعتت لفوق اتكلت. كتير منيح؟ يا عبي الشوم عليك، شو كتير منيح؟ عنده بنت عمرها 18 سنة. مو مشكلة حبيبتي. يقبرني هالوش الحلو، ما أحلاهن هالعيون. صفوقتي؟ صفوقة؟ حبابة حبيبتي انت. شو رأيك تجمعينا أنا وعماد بشي محل برات الشغل؟ وين يعني برات الشغل؟ يعني بشي كافيتيريا. شلون بدي أجمعكم؟ كي عليك أنت، بعرفك ذكية كتير كتير ذكية أنت. يعني مثلا جوزك الأستاذ نبيل، ها الأستاذ نبيل بيعزمه لعماده وأنت بتعزميني، بس ليكي من هلأ أنا بدي أدفع حق الأكلات. ان شاء الله بحاول بحاول، بعمل جهدي. ايه روحي يا صفاء يا بنت نظمية، الله يغني لجوزك كمان وكمان وكمان كمان. صباح الخير. يو شو لم الشامي على المغرب يدخلكم؟ لك تعي 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 اسمعي جوز صفوتي شو ربح، تعي عيونه هيك مثل صفية العمري. أهلين عز، مرحبا. أهلين أبو سمراء. حدا سأل عني؟ لا ما حدا سأل عنك. الحمد لله اللي ما حدا سأل عني. سكي حليلي سنك، خليه بان السن، حليتك تتحن. حلوان شو هالمرة؟ بعدين بحكي لك، أعطيني ورقة وقلم. ولا شو الورقة والقلم؟ كمان بعدين بحكي لك. هلا ما بدك تعطيني ورقة وقلم تصطف لي، باخذ ورقة وقلم من مكتبي، كثير سائل عني. 100 ورقة و100 قلم بيخدموا جوابي. ها صباح الخير أنيسة سوسن. وبتعرف اسمي كمان؟ أنا الحقيقة سألت الأستاذ نبيل، أم هو قال لي على اسم الكريم. يا
غير السوس انا واصل لعند المدير قدم له الاجازه. ايه لشو الاجازه؟ بعدين بحكي لك. امشي معي. لوين؟ بعدين بحكي لك. هلا انت مو بدك تقدم اجازه؟ بلا. طيب يا اخي روح قدم الاجازه، انا بستناك هون. الى 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 لا تخليه يبان السن. امشي معي، انت ما عنزي ما بتنترك. شو صاير لابو سمره اليوم؟ هالمره متقل الحلوات، معناتها الرزقه كبيره هالمره. هي هي القصه كلها. عيد من الاول ما فهمت عليك ولا كلمه. هذا يا سيدي مثل ما قلت لك، اللي رفيق اسمه عدنان، كنا ندرس سوا وكنا ننشر شبابيك الحديد بالمدرسه لما كنا ندخن بالتواليتات. انت اكبر قدر نهرب على سينما الفردوس ونحضر فيلم من اجل حفنه من الدولارات. كان اندبوري ما معه الوتكه، سافر والله اعطاه حفنات من الدولارات ورجع لهون بده يعمل مشروع استثماري بعد ما سمع انه البلد بدها استثمارات ما استثمارات واستقطاب رؤوس الاموال. من وقت ما وصل لهون بيفوت بحاره بيطلع من حاره، بيفوت بسوكه بيطلع من كوع، بيفوت من كوع بيطلع من تيه، وين ما راح بيطلع بوشه سد. الرجل احتاجني مشان مبادراتي الخلاقه، قلت لحالي ساعده، بتعرف هذا مشروع استثماري مشان الوطن والمواطنين. فهمت علي ولا عدلك يا هذا يا سيدي؟ كل رفيق اسمه عماد، كان اندبوري، كنا سوا بالمدرسه لما كنا ندخن بالتواليتات انت اكبر قدر وننشر شبابيك الحديد ونروح على سينما الفردوس نحضر الدولار الفضي. الله. فهمت عليك فهمت عليك، شو بدك تحكي لي قصه حياتك؟ فهمت خلاص، العمى شو بتعيد وبتفتي. بقى بدي اياك لكان معيتك توقع لي هالاجازه لحتى يستفيد من مبادراتي الخلاقه قبل ما يضبط اغراضه ويرجع لهنيك. تعرف دفاع عن الوطن والاستثمار. طيب قلت لك فهمت عليك، خلصنا بقى. شو مشروع رفيقك؟ هذا رفيق لما الله عطاه كم يورو جايب له شيء 300 مليون يورو. بتعرف هدول بيشغلوا لهم 1000 100000 نص مليون، بيشغلوك الك وللي نفضك، وهيك مشروع استثماري مهم. بقى قبل ما يضيق خلقه من حارات السد اللي عم تطلع بخلقته، خليني روح ساعده مشان ما يضب اغراضه ويسافر. بتعرف هيك موضوع بيستحق المساعده. لك هو ضرب فران بقى العمى شو بتلعي. طيب هيك موضوع بيستحق المساعده ولا لا يا استاذ؟ والله هيك موضوع طالما في يورو بيستحق المساعده. لك كان وقع لي هالاجازه بسرعه الله يرضى عليك قبل ما يضيق خلقه. يلا شوف نبيل، انا رح وقع لك الاجازه بس الي شرط. بعرفه بعرفه انه كل مبادراتي الخلاقه اجي اطلعك عليها مشان ترفعك اقتراحات نابعه منك. بعرفه. وقع لنا استاذ، يسلم لي هالوش. واصلي حقيقه انت اصلي، مدري ليش كنت مفكرك تايواني انا. السلام عليكم. يورو، الو، ازيك يا بت؟ اديني ستك رانيا. سميتك عدنان انا. ليش بقى سميتني عدنان؟ فتت بالمدير وطلعت منه قلت له رفيقي اسمه عدنان. وين وصلت معاملتنا؟ لعند الكهرباء يا سيدي، من طالع مهندس يكشف على احصنة الالات اذا كانت تسوعب الشبكه العامه ولا لا. هي بسيطة، علي ما علي لخلي معملك يضوي. يا رب شرف لنطلع على مؤسسة الكهرباء. وإذا ما ضووا علي ما علي لأطفي الكهرباء تبع البلد كله. افتح لألا افتح. أوتوماتيك. لا تواخذنا حضرة المهندس، بس جوا عتمة ما في ضوء، أنا بحب أحكي على نوري. قل لي شو صار معاه؟ والله يا جماعة أحصنت الآلات فوق طاقة الشبكة العامة. هلا شو أحصني ما أحصني؟ املك كم حصان حط بدالهم كم كر. كر بعرف بايخة. اسمع إذا بدك تعمل لي فيها كاني ماني بروح بشكيك لمديرك، وإذا ما سمعني علي ما علي بروح لعند وزير الكهرباء. إي والله تفوت لعند رئيس الوزراء، بدك تعمر برج وتجيب محولة كهرباء توتر عالي، وبعدين بتسحب خط خاص للمعمل وانت عم تضحك وتلعب، وغير هيك ما بصير. بس مو لانه انا ما بدي صيرها، لا بالعكس انا كثير انبسطت بهالمعمل، بس الالات تبعك ما بتدور على الشبكه. لا هيك اقنعتني، مو بس اقنعتني افهمتني كمان. لا تواخذنا على الطريقه اللي طلعناك فيها من المؤسسه. حصل خير نبيل. هو العطيه هدول. شو عطيه هدول؟ يعني قرشي؟ لك عماد انت وين مفكر حالك عايش؟ اذا مفكر حالك لساتك باستراليا بتكون غلطان. باستراليا عندكم على الطلعه والنازله بيرتشوا،
من الشرطي للموظف هون، مانا باستراليا نحن هون. معقول ياخذهم هذا المهندس الحباب؟ بطلت هاي القصه. تاخذهم ما بياخذهم، انا عم اقول لك شوي رشوه ما رشوه، مو باستراليا نحن. طيب ممكن تتفضلوا وتوصلوني على المؤسسه مطرح ما جبتوني؟ ايه مو على عيني كانه انقرق لانه ما اخذوه. تفضل تفضل، طلع سوق مالي شوفيرك انا. استفقد هالرجال، شوف شو صار معه. الو ابو سعيد، كيفك؟ شلون صحتك؟ طمني شلون جرحك؟ لا ماشي الحال، عم باخذ الدواء. شو الحكي؟ ايه ما عاد وجعني. شو بدي اقول لك لازمي خانوم، انا صاير عم بهدس فيك. يا شو رايك نكتب كتابنا اليوم؟ ها اليوم؟ يا شلون بدك يا ابو سعيد، شلون بدك ترقص وانت بقطب راسك؟ لا يا شلون بلا رقص، ما بصير، بتشاقم بعدين. ابو سعيد ابو سعيد، هلا اللي حكيناه بدنا نرجع نعيده. خلاص انا ما بقبل ما بقبل، بدي البس الطرحه. بتلبسيها بالبيت؟ ليش ما بيمشي الحال؟ الله يعطينا عمر ونضل طيبين للخميس الجاي. لا يا ابو سعيد لساتك شب. اللي لشوف عم تطلع من البيت. ايه لكان تيجي بتتغدى عنا اليوم. ايه عم بستناك. اللي لشوف شو اطبخ لك. خلص خلص هلا قلي شو بدك. طيب طيب مثل ما بدك مثل ما بدك، لما بتيجي بتعرف شو بدي اطبخ. يلا الله معك، مع السلامة. عم بستناك لتتأخر. كيد عزالك حبيبي، كيد هم وانت معاي. كيد عزالك حبيبي، كيدهم وانت معاي. كيد عزالك حبيبي. عاصي الحلاني ما بيغنيها هيك 20 مرة ورا بعضها. أنا جاي عبالي هيك غنيها. شو يا كل مالنا عم نكتشف فيكي مواهب. لسه ما شفتي شي يا حبيبة قلبي لسه. مبارح قلتي لنا إنك أنت طباخة ماهرة، يعني شو بدك تطبخي لنا اليوم؟ قولي لي أنت بالأول، أنت شو جاي على بالك تتغدي؟ بخاف الأكل اللي جاي عبالي اتغداها تكوني حوبة وما بتعرفي تساويها. إلا يا هبنة لا تخافي، وبعرف ساويها. شو هي الأكلة؟ جاي عبالي يا ستي أكلة قشة وأبوات، بتعرفي تساويها ولا ما بتعرفي تساويها؟ لا بعرف ساويها. عم تحكي عن جد؟ وجد الجد، وبساوي لك فتة بتاكلي أصابيعك من وراها. لا بلاها 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 هالأكلة، شو بدنا فيها؟ نقي أكلة تانية. وليش بلاها؟ انتي روحي على السوق وجيبي لي القشة والأبوات وشوفي، ولا تحكي لي همي وعذابي. شو انا بدي انزل على السوق واجيب لك القشة والأبوات وما اكلها؟ مش هالحكي هاد. لك خيطه انا بدي روح جيبان. خيطه اللي بيساوي يعني تجيبه. ايه بس انا ما بعرف من وين بيجيبوها. يلا بلاها بلاها هالأكلة، مثل ما قلت لك من الاول، شو بدنا بهالاقتراح؟ ولا اقول لك اجتني فكره كتير حلوه. شو هي؟ عمي قلي عقلي دق لكامل يقبر قلبي ان شاء الله. القايله وقول له ياخذ هيك اجازه شي ساعتين زمان، ينزل يشتري لنا القشه والابوات وخلافه. شو رايك؟ موافقه. روحي روحي احكي مع كامل. يلا رح اقول له حبيبتك سعاد جاي عباله قشه. بس نحن هيك ما بنقول قشه، نقول قشه. لا تواخذينا خيط ابو صراحه. اكيد عزالك حبيبي. راح ادق على الساكرة. الو مرحبا، بالله الاستاذ كامل موجود؟
الو مرحبا كامل. اهلين سيهان. شلونك؟ هلا فاتحتي لي تليفون على الشغل مشان تقولي لي مرحبا وشلونك؟ عم بتطمن عليك، شو بك صاير رأسا بتعصب؟ شو بدك؟ حبيبي كامل، مو انت هديك المرة قلت لي جاي على بالك أكلة قشة وأبوات، شو رأيك تاكلها اليوم؟ دخلك من بده يساويها أنت؟ لا، مو أنا. مين لك؟ سعاد. سعاد؟ إيه سعاد، ليش مستغرب؟ مو قدامك مبارح قالت إنها طباخة ماهرة وبتعرف تعمل كل شيء؟ سهام يا حبيبتي حرام عليك تبليها للمخلوقة بهيك أكلة صعبة. كله ما عم ببليها بشي، هي اللي جاية عبالها تدوقنا هالأكلة، فخلينا بقى نفش لقلبها وندوق في الشتاء، قصدي ندوق الشتاء. طيب فهمنا، مين بده يجيب الأشياء من السوق؟ وينك؟ أنا ماني فاضي، عندي شغلها. طيب حبيبي، لا تتعب حالك أنت، أنا هلأ بنزل على السوق وبجيب الأشياء، بتحب جيب لك شي تاني معي؟ لا لا، الله معك، الله معك. رح تجنني هالمرة، رح تجنني، رح تجيب لي فالج. أنا واحدة منه؟ القديمة ولا جديدة؟ كل قديمة. شبهها؟ ساعة بحس إنه بتحب ضرتها وعم تدللها، ساعة بحس إنه بدها تنتقم منها، لك ساعة بحس إنه مستعدة تهلكها وتسحب لها زميرة رقبتها، ما بعرف يا أخي المرأة، على شو عم تخطط ما عم بفهم. هلأ المهم عم يتقاتلوا مع بعضهم شي؟ لا. إيه معناتها ما في خوف منها. إيه طول بالك، طول بالك، بكرة بتوقع المشاكل بين الضرتين وتحمل إذا فيك تتحمل يا جوز التنتين. انا مستعد اتحمل الامرين بس تبظل لي ولد. صفاء حبيبي، انت مو بتحبيني وتريدي لي الخير؟ اجل بحبك وبرد لك الخير. شو رايك تعرفيني على المستثمر في اجازه؟ وقفي عندك، وقفي عندك، وين طاحشه انت مثل المدحله؟ وين انا حجزته قبلك؟ ما هي صفوقه؟ مزبوط حجزته قبلك. شو فكرتي طالب مطعم حتى تحجزيه قبل غيري؟ بعدين استاذ عماد اكبر منك بكثير. القلب ما يهوى يا خيتو، بعدين في رجال كتير بتجوزوا اصغر منهم، ما هي صفوقه؟ مزبوط. بس الي والله بالبالي اكثر حبيبه قلبي صفوقه. لك يا جماعه حاج تتقاتلوا عليه انتو اثنين، هلا بس يجي ارموا شباككم والشبكه اللي بالصدى تاخدوا. ليش هو جاي لهون؟ ايه جايين بنهايه الدوام ياخذوني على البيت. انا رايحه اسوي شعري، وانا رايحه اسوي شعري. المصاري طيرت لنا عقله. لكن ليش انا خايفه على نبيل اذا صار معه مصاري؟